يعطيكم العافية طلاب الصف العاشر. إن شاء الله اليوم بدنا نبلش بالدرس الثاني اللي هو بعنوان القانون الثاني والثالث في الحركة للعالم نيوتن. تعرفنا سابقا زي ما شفنا اللي هو القانون الأول لنيوتن، وضح لنا القانون الأول لنيوتن وصف لنا حالة الجسم الحركية عندما تكون القوة المحصلة المؤثرة فيه صفر، من دون ما وضح لنا كيفية تغييرها. يعني لما يصير في عندي أنا تأثير قوة محصلة ما لا تساوي صفر، ما وضح لنا إياها. فبالتالي إجا استكمل العلاقة بين القوة والحركة بوصف حركة الجسم اللي بتأثر فيه قوة محصلة لا تساوي صفر، اللي هو القانون الثاني للعالم نيوتن. فاليوم إن شاء الله رح نغطي القانون الثاني في الحركة لنيوتن. الآن في عندي بعض الملاحظات اللي مهمة جدا، لازم الطالب يكون عارف المفاهيم والمصطلحات الآتية أو التالية. عندنا إيش يعني حالة الحركية؟ لما أنا أحكي إنه هذا الجسم ساكن، هذا الجسم متحرك، أنا هيك وصفت الحالة الحركية لهذا الجسم. إذا لو جيت حكيت لك ما مفهوم أو ما المقصود بالحالة الحركية يا عاشر؟ الحالة الحركية هي حالة الجسم من حيث سكونه أو حركته، سواء كان الجسم متحرك أو كان الجسم شماله ساكن. الآن خلونا نستذكر مع بعض اللي هو القصور الذاتي. عرفنا القصور الذاتي بأنه ممانعة الجسم لأي تغيير في حالة الحركية، فإذا كان الجسم ساكن أو متحرك بسرعة ثابتة فإنه يظل على حالته ما لم تؤثر فيه قوة خارجية محصلة. وعرفنا درسنا من خلال المثال اللي أعطيتكم إياه لأنه في عندي كاستين من البلاستيك، واحدة مملوءة بالماء والأخرى فارغة، وأثرت عليهم أنا قوة، كانت القوة اللي أنا سلطت مروحة عليهم. شفنا أنه كل ما زادت كتلة الجسم زاد قصوره، أي أنه زادت ممانعته لا تغيير حالة الحركية. إذا أنا بحاجة إلى قوة أكبر لتغيير حالة هذا الجسم. أما كانت عندي الكاسة الفارغة إنه كتلتها كانت أقل، فبالتالي قصورها أقل، أي أنها قلت ممانعته لتغيير حالته الحركية، فبالتالي أنا بحاجة إلى قوة أقل لتغيير حالته الحركية. هاي مراجعة بسيطة للقانون الأول لنيوتن. يعني هم القانون الأول بنيوتن برضه سموه، أطلقوا عليه مفهوم اللي هو القصور الذاتي، ودرسنا علاقة الكتلة بالقصور الذاتي. الآن في عندي القانون الثاني لنيوتن. القانون الثاني لنيوتن يا عاشر، بدنا ندرس العلاقة بين القوة والتسارع، وبدنا ندرس العلاقة بين الكتلة والتسارع. الآن نفرض أنا في عندي جسم، تمام؟ هذا الجسم جيت وأثرت أنا عليه بقوة، أثرت عليه في قوة. هذا الجسم أنا لما أثرت عليه بقوة، تمام؟ أنا هيك معناته أكسبته، يعني تحرك مثلاً، تحرك. لما تحرك معناته صار في عندي تسارع. لما صار في عندي تسارع مثلاً، لما أنا أثرت عليه بقوة كان يتحرك بسرعة معينة، أثرت عليه بتسارع، إذا أثر القوة، أنا لما أنا زدت القوة على هذا الجسم شو رح يصير للتسارع؟ يزداد. كيف يعني؟ مثلاً أنا في عندي سيارة، هاي السيارة ماشية بسرعة 60، بماشي بسرعة 60. الآن جيت وضغطت على البنزين، أنا زدت من سرعتها، أنا زدت من سرعتها، شو رح يصير لتسارعها؟ ممتازين، رح يزداد. فإذا العلاقة بين القوة والتسارع، أنا لما ضغطت على البنزين زدت من سرعتها، أثرت عليها بقوة، فبالتالي العلاقة حتكون بين القوة والتسارع علاقة طردية. لو جينا نشوف الرسم اللي عنا، طلعوا على هذا الشكل، هذا الشكل بيوضح لي العلاقة بين التسارع والقوة المحصلة لكتلة ثابتة. لو جينا نشوف مثلا لما كانت القوة كانت 50 كانت تقريبا نص، لما صارت 100 صارت 1. إذا العلاقة من خلال الشكل الظاهر عندي إيش مالها؟ العلاقة طردية. هاي شايفين هاي الخط شو ماله؟ مستقيم صاعد. إذا العلاقة طردية. إذا العلاقة شو مالها؟ طردية. يعني أنا ممكن أحكي أنا أثرت على جسم 5 نيوتن، حتلاقي إنه تسارعه 1.2،
إذا نفس الجسم لنفس الجسم إجيت وأثرت عليه قوة 6 نيوتن رح ألاقي إنه التسارع صار 1.5 تمام؟ حسب العلاقة بين القوة والتسارع. إذا أنا بقدر أعبر عنها رياضيا. طب لو سألتك يا عاشر هاي الرسمة التسارع والقوة شو الميل هون بيمثل لي؟ الميل ثابت. شو هو الميل هون حيكون؟ الميل ثابت. هلأ لما أنا طرحت عليكم السؤال حكينا نفس الكتلة، إذا الميل بهاي الرسمة حيكون هو عبارة عن كتلة الجسم في هاي الحالة. طب بقدر أنا أعبر رياضيا على العلاقة بين القوة والتسارع إنه التسارع بتناسب طردي مع القوة المحصلة المؤثرة في هذا الجسم عنده طبعاً عنده ثبات. شو حكينا؟ الكتلة. عند ثبات الكتلة حتكون الكتلة شمالها نفسها. كيف بنعبر هنا؟ شايفين مس هذا الرمز اللي هو زي هيك؟ هذا الرمز إذن العلاقة شمالها طردية، وأنا هذا الحكي حكيت لكم إياه. العلاقة هاي يعني أنتم عارفين أنه الرمز هذا علاقة طردية للكتلة نفسها. ننتبه أنه الكتلة نفسها. ملخص حكي، إذا كل ما كانت القوة أكتر حيكون التسارع أكبر، كل ما كانت القوة أقل حيكون التسارع أقل. إذا طب لو حكيت لك ما في قوة محصلة إذا ما في تسارع، فبالتالي الجسم حيكون في حالة اتزان. طب نيجي على العلاقة بين الكتلة والتسارع. عمليا نجد أنه كل ما زادت كتلة الجسم كل ما احتجنا إلى قوة أكبر لتحريكه، وبالتالي عند التأثير بقوة مساوية على جسمين مختلفين في الكتلة نجد أن الجسم ذو الكتلة الأكبر يتحرك بتسارع أقل من الجسم ذو الكتلة الأقل. طبعا أنا متأكدة بحكي هذا ما فهمنا ولا إشي. خليني أعطيكم مثال. في عندي أنا صندوق، كتلة هذا الصندوق يا عاشر 50 كيلوغرام، أثرت عليه بقوة أيضاً 50 نيوتن. جيت وشفت التسارع، جيت أحسب التسارع، لقيت إنه التسارع 1 متر لكل ثانية. طيب أنا جبت صندوقين، نفس الصندوق الأول جبت صندوقين بس حطيتهم فوق بعض وأثرت عليهم بقوة. طبعاً كم إذا أنا جبت صندوقين، هو الصندوق كان 50، جبت صندوقين، إذا صارت عندي القوة 100 كيلو، أسف الكتلة صارت عندي 100 كيلوغرام، وأثرت عليها القوة نفسها، القوة أثرت عليها بالقوة نفسها اللي هي 50، لقيت إنه التسارع صار نص متر لكل ثانية. لو إجينا نستنتج العلاقة بين الكتلة والتسارع، لما كانت الكتلة الصندوق 50 كان التسارع 1، لما صارت الكتلة 100 صار التسارع نص. إذا العلاقة بين الكتلة والتسارع عند ثبات القوة، عند ثبات القوة شمالها العلاقة عكسية. هذا الحكي بوضح لي الرسمة الظاهرة عندكم على الشاشة، شايفينها؟ في عندي شكل هاي العلاقة على مستوى ديكارتي بوضح لي العلاقة بين الكتلة الكيلوغرام والتسارع بالمتر لكل ثانية تربيع. لو إجينا نشوف مثلا لما كان في عندي الكتلة 100 تقريبا 5، لما صار 150 شمالها قلت، فبالتالي كل ما زادت الكتلة شو رح يصير للتسارع؟ التسارع رح يكون أكبر. أما كتلة أكبر حيكون التسارع أقل. هاي الحكي اللي هي العلاقة عكسية بنعبر عنها رياضيا إنه الـ A اللي هي مس التسارع acceleration، إيه احنا اتفقنا رمز التسارع، يتناسب علاقة عكسية. الآن حطينا بسط ومقام إنه العلاقة شمالها عكسية. إما لو رجعنا ورا هون علاقة طردية ما حطينا بسط ومقام، خلاص التسارع يتناسب طرديا مع القوة تمام. أما لما يكون في عندي عكسي بحط بسط ومقام، مع مين بتناسب عكسي؟ مع الكتلة. التسارع بتناسب عكسي مع الكتلة عند ثبات القوة. إذا عند التأثير بقوة محصلة ثابتة المقدار يكون كتلة أقل، هي كتلة أقل تسارع أعلى، كتلة أكبر هي 450 شو التسارع تقريبا نص، إذا التسارع أقل. هاي العلاقات مهمة جدا. الآن بناء على ما سبق يمكن التوصل إلى نص قانون الثاني لنيوتن. إحنا بدنا نعرف نستنتج، إحنا ما درسنا العلاقات عبث، لا استنتجناها درسناها حتى نستنتج مع بعض نص قانون
اللي هو الثاني نيوتن، بنص قانون نيوتن الثاني انه يتناسب تسارع الجسم طرديا مع القوة المحصلة فيه، ويتناسب عكسيا مع كتلته. او ممكن اصيغه بكلمات بصيغة اخرى، اذا اثرنا قوة على جسم معين اكسبته تسارعا باتجاهها يتناسب طرديا معها، زي ما اخذنا هذا النص اللي هو بالصيغة الثانية اللي هو في الصف التاسع في مادة الفيزياء. الان ملاحظة ايضا مهمة جدا يا عاشر، لازم تكونوا عارفينها وحاطينها بعين الاعتبار، يكون اتجاه التسارع دائما في اتجاه القوة المحصلة، باتجاه القوة المحصلة. الآن في عنا بنعبر عن القانون الثاني رياضياً اللي هي مس هذا الرمز، شايفينه هذا معناته مجموع summation، شو بنسميه summation، اللي هو القوة تساوي الكتلة في التسارع. إذا في حال بقاء كتلة الجسم ثابتة، إنه كتلة الجسم إحنا بنعرف إنها ثابتة، يمكن التعبير عن القانون الثاني لنيوتن. هذا القانون مهم جداً جداً جداً، ورح نحل عليه أسئلة، ورح نستخدمه كمان في مادة الفيزياء للفصل الثاني، إنه مجموع القوة بيساوي الكتلة في التسارع. ومن هذه العلاقة يمكن اشتقاق وحدة القوة والتي تقاس بوحدة. الآن تعالوا نشتق مع بعض شو وحدة قياس القوة. إحنا بنعرف إن القوة عبارة عن نيوتن، طب من خلال القانون نقدر نشتقها؟ نعم، زي ما إحنا كنا نأخذ اشتقاق الوحد في مادة الفيزياء بالصف التاسع. الكتلة وحدة قياسها كيلوغرام، التسارع وحدته متر لكل ثانية تربيع. إذا الكيلوغرام دوت اللي هي لأن العلاقة هون الضال، فإذا بنعبر عنها بدوت نقطة متر لكل ثانية تربيع تكافئ وحدة النيوتن. إذا لو جيت حكيت لك ما هو، عرف لي شو نعني بالنيوتن، شو هي النيوتن؟ مقدار اللي هي نيوتن مقدار القوة المحصلة التي يلزم تأثيرها في جسم كتلته 1 كيلوغرام حتى نكسبه تسارع. كم مقدار هذا التسارع؟ 1 متر لكل ثانية تربيع في اتجاهه. وبذلك فإن القوة المحصلة الأفقية تكسب الجسم تسارع أفقي، والقوة المحصلة الرأسية تكسب الجسم تسارع رأسي. شو يعني رأسي؟ إذا على محور الواي. ملاحظات، يعد قانون نيوتن الأول حالة خاصة من قانونه الثاني. كيف يعني؟ لأنه أصلا بتكون قاف المحصلة صفر، فبالتالي الكتلة مستحيل تكون صفر، لأنه الجسم يحمل شماله كتلة معينة، فالتسارع حيكون جسم، حيكون التسارع هو اللي رح يكون صفر، حيث تكون القوة المحصلة على الجسم تساوي صفر. تكون القوة المحصلة تساوي صفر عندما يكون تسارع الجسم صفر، يعني احنا بنحكي يعني مجموع الاف تساوي صفر، يعني ام ضرب اللي هي الكتلة ضرب التسارع بيساوي صفر. الكتلة اكيد حيكون حامل كتلة، فبالتالي الصفر انا قصدي عن التسارع. سؤال، متى يكون الجسم متزن؟ امتى بيكون متزن؟ بالحالة الأولى عندما تكون القوة المحصلة على الجسم تساوي صفر، أو اللي هي تكون القوة المحصلة تساوي صفر عندما يكون تسارعه يساوي صفرا، ويكون تسارع صفر عندما يكون الجسم ساكن لا يتحرك، أو إنه بيتحرك بسرعة ثابت المقدار والاتجاه. هذا الحكي شرحناه للقانون الأول لنيوتن. طيب الآن في عندي مسائل حسابية على القانون الثاني لنيوتن. عندي مثال 2 صفحة 95 من كتاب الطالب، من كتاب الطالب. تعالوا نشوف المسائل. في عندي مثال بحكي لي مثال جد أجد القوة المحصلة التي يلزم التأثير بها في صندوق كتلته. صندوق يعني أنت أرسم صندوق حط عليه إن الكتلة 20 كيلوغرام، أرسم مخطط الجسم الحر لكسابه تسارعا افقيا مقداره. اذا معطيك الكتله ومعطيك التسارع جهه اليمين، شو بده؟ بده قاف المحصله. مباشره مس على القانون اللي نيوتن الثاني، اللي هو شو هو؟ مجموع القوه المحصله تساوي الكتله في التسارع. نطبق على القانون. اذا بما انه بيحكي لي هو حركه شمالها افقيه، اذا انا بشتغل على محور الاكس، بشتغل على محور الاكس. يلا مجموع الاف تساوي ام في A اللي هي الكتلة في التسارع. شو كتلته؟ 20. شو التسارع من السؤال؟ 2. اذا 20 في 2 40 نيوتن. طب انا هيك اكتفيت بحلي؟ طبعا لا، لانه القوة عبارة عن كمية متجهة، ما بكتفي بمقدار وانما كمان بحاجة الى اتجاه. شو اتجاهها؟ موجب اكس. ليش موجب اكس؟ لانه حكي لي جهة اليمين.
نرجع لقانون الثاني لنيوتن، شو حكي لي؟ انه يكسبه التسارعا باتجاهها، فبيكون بنفس اتجاه ايش اللي هي حركة التسارع. تمام؟ طيب نشوف في عندي ايضا مثال ثلاثة. مثال ثلاثة مهم جدا. عندي تعطلت سيارة كتلتها 800 كيلوغرام، فسحبتها شاحنة قطر اللي هي شاحنة قطر على طريق افقي مستقيم بقوة افقية مقدارها 1000 نيوتن نحو اليمين. فإذا كانت قوة الاحتكاك المؤثرة في السيارة تساوي 400 نيوتن نحو اليسار، طبعاً لو ما حكى لي نحو اليسار أنا لحالي رح أعرف أن قوة الاحتكاك حتكون نحو اليسار، لأنه إحنا حكينا لما شرحت لكم قوة الاحتكاك حكينا أن قوة الاحتكاك بتكون عكس إيش اللي هي حركة الجسم، فحركة الجسم نحو اليمين، فبالتالي أكيد حتكون قوة الاحتكاك نحو اليسار. فجأة أول إشي بتدس القوة المحصلة المؤثرة في السيارة في الاتجاه الأفقي. الآن أنا في عندي جسم، هذا الجسم في عندي نحو اليمين رايح، عندي قوة مقدارها 1000 نيوتن وعندي قوة احتكاك نحو اليسار 400 نيوتن. شو قاف المحصلة؟ هاي بالحالة الثانية من قاف المحصلة، إيجاد قاف المحصلة، واحدة رايحة نحو اليمين والثانية رايحة نحو اليسار، إذا المحصلة حتكون عندي شمالها إنه نطرح اللي هي اليمين من اليسار اللي هي القوة من قوة الاحتكاك، فألف ناقص 400 هيطلع عندي 600 نيوتن، إذا هيك إحنا أوجدنا قاف المحصلة. طيب المطلوب الثاني من السؤال إني أحسب التسارع. طب أنا صار في معي كتلة الجسم وصار معي القوة المحصلة، بقدر أطلع التسارع؟ نعم، أني بجعل اللي هي عندي أنا الإف اللي هي الإف تساوي إم في إيه الكتلة في التسارع. نجعل التسارع موضوع القانون، رح أقسم 600 على 800 رح يطلع عندي 75 متر لكل ثانية. هيك بكتفي بالحل؟ طبعا لا، لأن التسارع بنفس اتجاه حركة سرعة الجسم. وين رايح الجسم؟ نحو اليمين، يعني نحو موجب إكس. طيب المطلوب الثالث، السرعة المتجهة للسيارة بعد مرور 10 ثواني من بدء سحبها، من بدء سحبها. نرجع لمعادلات الحركة، أنا عمالي بشتغل حركة أفقية، إذا أنا عم بشتغل على محور X. طيب بدي السرعة المتجهة بعد مرور 10 ثواني، طب أنا معي سرعة ابتدائية، نعم، لأنه أصلا هي شمالها تعطلت، إذا السكون حتكون بلشت، إذا صفر. التسارع صار معي، إذا بستخدم المعادلة الأولى من معادلات الحركة V2 تساوي V1 زائد AX في T اللي هي التسارع في الزمن. الزمن بالسؤال حكي لك 10 ثواني، وباجي بحكي صفر زائد 75 متر لكل ثانية تربيع بالفرع السابق ضرب 10 هيطلع عندي 7.5 متر لكل ثانية. طب السرعة شمالها متجهة، إيش حتكون؟ نفس السرعة المتجهة اللي هي موجودة نحو اليمين، إذا نحو اليمين اللي هي موجب X. الآن في عندكم التمرين صفحة 96، حيكون عليكم واجب صفحة 96 من كتاب الطالب. هيك بنكون إحنا أنهينا القانون الثاني من نيوتن. إن شاء الله الحصة الجاي رح نتحدث مع بعض عن القانون الثالث لنيوتن. يعطيكم العافية وبتمنى لكم نهار سعيد.